خلال الدورة العادية لمجلس جهة فاس مكناس، أكد رئيس المجلس السيد محمد العنصر أن مجلس الجهة تبنى المقاربة المجالية فيما يخص توزيع المشاريع، وذلك بغية ضمان تنمية منسجمة لمجموع تراب الجهة. وخلال تقديمه للحصيلة الأولية للمشاريع التي أطلقت أو في طور الإنجاز، لفت رئيس الجهة إلى استثمار غلاف مالي بنحو 1.143 مليار مليون درهم استفادت منه كافة عمالات وأقاليم الجهة بين سنتي 2016 و2018. هذه الدورة دورة عادية، ولكن دورة دائما مهمة في أشغال المجالس، لأن هي دورة التي لها علاقة بمشروع الميزانية، والميزانية ديال 2019 هذه المرة غادي تعرف واحد العدد ديال التحولات، بحيث أن هناك تغيير في التبويب ديال الميزانية، هناك كذلك تغيير في البرمجة، لأن لأول مرة سنشرع في البرمجة الثلاثية على 3 سنوات، مما سيمكن يعني إدراج بعض المشاريع مهمة اللي هي كذلك مدرجة في المخطط التنمية ديال الجهوي. السيد العنصر أوضح أن مشروع ميزانية سنة 2019 الذي صدق عليه المجلس بالإجماع خلال هذه الدورة أعد على أساس القانون التنظيمي للجهات والمراسيم الجديدة المتعلقة بالمالية الخاصة، مع الأخذ بعين الاعتبار برنامجي التنمية الجهوية وتقليص الفوارق الاجتماعية بالعالم القروي. ستعرف كذلك هذه الميزانية اللي صدق عليها المجلس اليوم، ولا شك تغييرات إيجابية في قبل آخر السنة بلا شك، لأن هناك ميثاق التمركز الذي لح صاحب الجلالة نصره الله أن يرى النور يعني خلال الأسابيع القليلة المقبلة. هناك يعني الآن تحضير لتوقيع عقد شراكة بين الجهات وقطاعات الحكومية، وهذا كذلك سيواكبه نقل بعض الموارد، مما سيوسع يعني نطاق تدخل الجهات. فلهذا هذه الدورة وإن كانت عادية لها طابع يعني استثنائي بالنسبة للفترة التي تنعقد فيها. خلال هذه الدورة تمت الدراسة والمصادقة على عدة مشاريع اتفاقيات تهدف بالخصوص إلى تقوية البنية الطرقية والتزويد بالماء الصالح للشرب والنهوض بالسياحة في الجهة. من بين المشاريع المصادقة عليها مشروع اتفاقية شراكة بين جهتي فاس مكناس وطنجة تطوان الحسيمة والشركة العربية للطيران، ومشروع اتفاقية مماثل بين جهتي فاس مكناس وسوسمة السدرعة والشركة ذاتها. المجلس صادق أيضا على اتفاقية شراكة للتزود بالماء الصالح للشرب بعدد من الدواوير التابعة لإقليم تونات، وإحداث منطقة صناعية بعين الشكاك بإقليم صفرو، فضلا عن اتفاقيات أخرى تروم حماية مدن فاس ومكناس وسيدي حرازم من الفيضانات. هذه الدورة انعقدت بحضور والي جهة فاس مكناس عامل عمالة فاس السيد سعيد زنيبر ومنتخبين ورؤساء المصالح الخارجية.